يمكن معانا على التليفون الدكتور إيهاب أمير، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذة نيرة، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا. منورني وشرفني، وأنا دايما اتحاد الجمباز من الاتحادات اللي أنا بجد بحب أتكلم عنهم، وبشوف إن هم حالة محترمة جدا وطفرة كبيرة جدا في السنوات الأخيرة، ابتداء من القاعدة، لأن أنتوا ابتديتوا صح، ابتديتوا من القاعدة علشان يبقى فيه استمرارية للنجاح، ووصلنا النهاردة للمرحلة المحترمة اللي احنا فيها. بشكركم عليها، ودايما بقول إن اتحاد الجمباز من الاتحادات المحترمة جدا جدا. دي حاجة بسيطة كده في الأول قبل ما ندخل في أسئلتنا. شكرا لحضرتك. أشكرك يا فندم. عايز حضرتك تكلمنا عن آخر الاستعدادات لحفل افتتاح بطولة العالم بكرة إن شاء الله. أنا هعلق الأول ألف شكر على كلمة حضرتك في المقدمة، وعلى أنا عايز أبدأ بس من القاعدة الأساسية، لأن هو ده كان الهدف عندنا في الخطة اللي احنا حطيناها من حوالي 6 سنين أو من 5 سنين، وإن احنا ننشر قاعدة رياضة ممارسي الجمباز على مستوى مصر، والحمد لله ده قدرنا. وصلنا من 1500 من 6 سنوات، والنهارده بقى الممارسي لعبة الجمباز المسجلين بالاتحاد المصري للجمباز حوالي 50,000 مشارك ومشتركة بالظبط، كلهم من الأعمار السنية الصغيرة. ما شاء الله. الحفل الافتتاح بكرة إن شاء الله، ومن ضمن أهدافنا إن كأس العالم ده وأهميته إن هو كأس عالم مؤهل للأولمبياد ضمن سلسلة كأسات العالم اللي هم 4. السنة دي بتتعمل أول واحدة في مصر، واللي وراها على طول إن شاء الله هتبقى في قدس في ألمانيا، هتبدأ من يوم 21، وراها على طول أذربيجان، وراها على طول في دولة قطر، ودول الأربع بطولات كأس عالم اللي هيتأهل من خلالهم أبطال العالم كلهم للأولمبياد إن شاء الله بإذن الله، وحظ موفق للجميع، وربنا يوفق منتخب مصر. البطولة دي أهميتها إنها نشرت لعبة الجمباز، وفهمت الأجيال الصغيرة يعني إيه كأس عالم، وده اللي إحنا بنركز عليه في الافتتاح، إن إحنا الافتتاح كله مبني على مشاركة الأبطال الصغيرين اللي عندهم 10 سنوات و11 سنة و12 سنة، الـ50 الأوائل على مستوى الجمهورية خلال المنافسات السنية دي في النشاط المحلي للاتحاد، الـ50 الأوائل في الولاد وفي البنات، فني رجال وفني أنسات، الـ300 دول هم اللي مشتركين في العرض. ليه؟ علشان أنمي الروح الوطنية عند الولاد، أعلقهم باللعبة بشكل قوي، احطهم على التراك الدولي من النهارده. طبعا انا النهارده هبدا ابقى اربيهم على هذا الشكل، الفيوتشر بتاعنا قدام هيبقى مختلف طبعا. وده بيتهيألي الجديد من الناحيه التنظيميه المره دي، صح كده؟ بالظبط. احنا على طول واخدين هذا الاتجاه. الجمباز لعبه راقيه، الـ300 دول معاهم السن الاكبر شويه اللي هم البري جونيور، اللي هم قبل مرحله الناشئين، اللي هم من سن 12 ل 15 سنه. المجموعه دي هتعمل عروض سواء للجمباز الايقاعي او للجمباز الايروبيك او للفني بنين وبنات، المنتخبات اولادنا الصغيرين الجداد. كل ده في ملحمه موسيقيه، وفي مفاجاه الحفل بكره ان شاء الله، ان احنا عدنا توزيع احد الاغاني اللي المصريين كلهم بيحبوها، اغنيه دليدا حلوه يا بلدي، وهتغنيها مع الموسيقار هشام خرمة مع عروض الجمباز الفنانة لينا شمامين. فبكرة إن شاء الله عظيمة جدا، رسائل مهمة جدا. يعني أنا دايما بقول إن الأولاد دول لما يبقى في كأس عالم على أرضنا، فهتلاقيهم يا بيروحوا الاستاد يا بيفتحوا التلفزيون يتفرجوا، عايزين بقى يبقوا زي اللعيبة الدوليين دول. فالجميل إن حضرتك لا بتشركهم في العرض الخاص بالافتتاح. هو ده الهدف الأساسي من حفل الافتتاح. وفي جانب لتنمية السياحة طبعا، إن طبعاً حضرتك بتعيد لحن أغنية 70 دولة، ده رقم كبير طبعاً. جدا جدا جدا، أعلى نسبة مشاركة في كؤوس العالم على مر تاريخ الاتحاد الدولي. فإن احنا السنة اللي فاتت كنا 40، اللي قبلها كنا 24، اللي قبلها كنا 17. حضرتك متخيلة النقلة اللي بتحصل؟ ده مش مجهود اتحاد لوحده، ده مجهود دولة طبعاً. مجهود وزارة الشباب والرياضة، مجهود أكيد. توفير إمكانيات، توفير بنية تحتية وبنية أساسية من صالات ومعدات، سواء في المركز الأولمبي، سواء في العاصمة الإدارية، سواء في سلسلة نادي، سواء في الأندية الخاصة. الدولة كلها ماشية في اتجاه واحد، واحنا بنحاول نستغل كل هذه الإمكانيات لصالح الرياضة اللي هم ولادنا في الآخر. أكيد ولادنا، احنا بنحاول نربي جيل
بيحب بلده، مقتنع بهدف، بيحب الرياضة، يمارس الرياضة بشكل كويس ويحافظ على صحته ويبعد عن أي حاجة. صح. والمميز فيهم نرعاه بشكل مختلف ويبقى بطل. طبعا المنافسات الرياضية أو الرياضة بشكل عام بتبعد ولادنا عن كل حاجة مضرة وبتخليهم عندهم يعني حياة صحية سليمة بالتأكيد. بالضبط. طيب المنافسات بالتأكيد قوية زي ما عرفنا، خصوصا وإن في أبطال عالم وأبطال أولمبيين بيشاركوا في البطولة. كلمنا عن المنافسة وعن حظوظ منتخبنا في الفوز بالميدالية إن شاء الله. الحقيقة المفروض إن بطولات كأس العالم اللي بيحضرها دايما اللي ما تأهلش من بطولة العالم. كأس العالم هي بطولة فردي أجهزة، يعني المنافسات بتتم على جهاز جهاز لوحده منفصل عن الباقيين. فممكن تلاقي لعيبة جاية تلعب جهاز واحد، أو لاعب تاني جاي يلعب جهازين، أو بنت جاية تلعب جهاز واحد. كل لاعب من حقه يلعب مجموعة الأجهزة، وكل اتحاد ليه عدد معين من المشاركين. تمام. في الولاد 6، في البنات 4. البطولة دي اللي احنا فوجئنا بيه إن في دول اتأهلت أوريدي بفرقها كاملة من بطولة العالم اللي هم البيست 12 وموجودين معانا في البطولة، يعني بالزبط. زي الصين، زي اليابان، زي البرازيل، كنوع من الاستعداد للأولمبياد. الاستعداد. فالبطولة النهاردة بقت قوية جدا 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 بشكل رهيب. منافسة قوية جدا، يعني زيها زي بطولة العالم بالظبط. فبدعو بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله لأبطالنا وأبطال المنتخب الولاد والبنات، وربنا يعطاهم إن شاء الله بإذن الله. دكتور إيهاب أنا بشكر حضرتك وبالتوفيق دايما إن شاء الله، وتكون بطولة ناجحة كالعادة زي ما عودنا اتحاد الجمباز في الآونة الأخيرة. بشكرك يا فندم.